تعدد المسؤوليات، كونك بتعمل حاجات كتير في نفس الوقت وعندك اهتمامات كتير ومحافظ عليها كلها، تعملوها ازاي دي؟ بصي، هي فيها اكتر من حاجه. اول حاجه بتكلمي على طبيعه بشريه، كل واحد عارف طبيعته وعارف، دي نقطه مهمه كنا بنتكلم قبل التصوير، الوعي والادراك. فانا عارف نظامي، انا عامل زي بطوط بتاع ميكي، حماسي جدا وسخن جدا، فبقول للناس في بدايه كل حوار على فكره انا سخن قوي. وده يخليني اسالك الحاجه الاخير، فيش وقت بيضيع؟ مفيش يوم بتقول انا عايز افصل النهارده؟ هل ده اصلا صحي؟ انا كل يوم في حياتي بعمل كده. فانا زي ما شفتي الصبحيه، في ساعه لقلبك وساعه لربك، فبراعي ربنا قد ما اقدر. الصلاه والحاجات دي بعملها، بلعب رياضه ديلي بيس كل يوم، يا اما بتمشى لجسمك ولصحتك. انا عندي، انت عارفه، انا عديت في حادث وتاني حوادث موت كلها، والحمد لله الواحد يعني صامد، بس ايه، بالرياضه بتحركني. العيله لازم، مع مراتي ولادي واختي، بتطمن عليهم كل يوم. بتعلم كل يوم، عايز اتعلم حاجه جديده، لازم اقرا حاجات جديده، اشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا ولا كده، لازم انجز اشتغل. انا كل يوم ساعه لقلبك وساعه لربك وصحتك واهلك وحياتك وشغلك، كل يوم هعملها. فلازم التوازن، ما ينفعش احنا نلغي حاجه من الحاجات دي. وده بيخليني عايز اسالك، ما بتحسش انه عايز احيانا او بتتعصب وتتنرفز لانك شخص منجز، بتتعصب وتتنرفز من الناس البطيئه؟ هو كل حد ليه طبيعته وليه قدرته. في بعض الناس هو ما بيعملش الا حاجه واحده بس، بيتالق فيها وبينجح فيها بشكل كويس جدا جدا جدا، ودي قدرته ومتعته كمان. في ناس ثانيه تقلق قوي لو بتعمل اكتر من حاجه في اليوم.